فاطمة شغدارة طالبة في كلية التربية بجامعة سيئون، تجيد كتابة الخطوط العربية كالديواني والثلث والفارسي والكوفي، حيث تظهر مهاراتها في الخط العربي من خلال مشاركتها إلى جانب زملائها وزميلاتها في هذا المعرض الذي يأتي ضمن فعاليات أسبوع الطالب الجامعي بجامعة سيئون، حيث نفذت من خلاله أنشطة مختلفة أقامها طلبة الجامعة. أنواع من الخطوط، خط الديواني 3 لوائح بخط الديواني، وذا الخط الثلث، خط الفارسي، وهذا خط السنبلي، وخط الكوفي، ونعمل بعض كمان الأكواب الورقية، الكتابة على الأكواب الورقية، والقصاصات الورق، والبراويز هذيلا كما هذيلا، وإذا شيء هدايا ولا شيء المناسبات، عيد الأم وغيره يعني. يشارك العشرات من الطلاب والطلبة في معرض الإبداع والتميز، والذي يسعى لإظهار مواهبهم كاللوحات الفنية والتصاميم الإبداعية والمجسمات والتجارب العلمية، بالإضافة إلى صور فوتوغرافية وفنون تشكيلية. تأتي هذه الفعالية تزامنا مع أسبوع الطالب الجامعي بجامعة سيئون. طبعا تشارك في هذه الفعالية جميع كليات جامعة سيئون، كلية الطب، كلية البنات، كلية التربية، وكذلك كلية العلوم الإدارية والتطبيقية، والهدف منها هو إبراز مواهب طلاب وطالبات الجامعة. هناك العديد من المواهب والكثير من المشتركين في هذا المعرض، من أبرز المواهب اللي هي الخط والتصوير الرسم، وهناك العديد من الأعمال اليدوية. يهدف أسبوع الطالب الجامعي بجامعة سيئون إلى إظهار مواهب الطلاب والطالبات لكافة المجالات العلمية والأدبية التي تساعدهم للوصول إلى اكتشاف مواهبهم وإظهار إبداعاتهم في مسابقات على المستوى المحلي والعربي والدولي. حداد مساعد، قناة بلقيس، من مدينة سيئون، حضرموت.